ميكروواند. مرحبا، انتم توا تسمعوا في ميكروواند الروبريك اللي ما تسخن كان البيت. ونبداو بالخبر الاولاني من جريده النهار نيوز. قال القناه الاخباريه السوريه تنسق مع برنامج لاباس. اي كيفاش عاد مازالوا كيعداو هيك الهاتر المخبي وجهه يحكي على عيشه المجاهدين في سوريا؟ مازال دوب موفي يعديو منه لقطات في القناه السوريه، زعما متفاهمين ولا زعما عاملين فيها في الاخبار ياسر قويين؟ صفا. ومن جريدة الجريدة ماخذين خبير بيت على صحيفة عكاظ. تشوفوا قدش من ليلة بيت اهو كشموه كان قراص طيشوه. قالك في السعودية الداخلية منعت حكاية 50 اسم للبيبيات الجدد على خط الاسامي هذوما تتضارب مع العادات الاجتماعية والدينية. اللطف في السعودية يسميوا في اولادهم اسامي بذيئة. بسيئة؟ ايوه بسيئة. لحلويات يا ولي يدك على الفلس يا سعيد، انا باش نسمي وانت تحط البيب. ربي تستر. الاسامي المخلة هي ما عب اسكت اسكت نحي من يدك الفلس. مليك، عبد الناصر، عبد العاطي، امير. لا لا عندكم الحق، شنية هس فيها؟ ما تسميش اميرة، قبيح الاسم. اما تسمي موزع. انا الموز الامورة صفرة وحلوة وغندورة. اخبير بيت يخرج من جريدة التونسية. تركيا تمنع بيع الخمور انهارت الانتخابات البلدية. حبت الشعب متاحة يمشي ينتخب وهو صاحي. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. وفي نفس الإطار اخبير من جريدة الساعة. الشاب خالد قال أساند بوتفليقة لأنه وفر لي وللجزائريين. هذه ما عادش اسمك تغني فيها، فهمت؟ وعطيها لتركان. آخر حويجة خليتها لكم كالسوريزة من ديموش حنابعل. ورزوقة اللي جاب الباشا شموسة ما قطعش مينا في من جملة. أما عملها تسطيرة. هذيك حالة شاذة، هذيك حالة شاذة بالحق، وما يلزمش الماجيات اللي بها يلزمها تنطفيوها نحقروها يولي كيفها. عبارة على خنزير شكل الأحمر تاع الخيل الأوروبا هذيك، عرفتوا؟ عمشة وتعاير في عمية. أكهو ميكروند وفيت، وانت كان عندك خبير بيت هيت مكروانت.